السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم ياسين نجم. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو نكملوا على السويت ديال لي فيديو الناس سور لا فورماسيون ديالنا في سي بلس بلس. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو غنكملوا على السويت. دونك وصلوني بعض الاسئله من بعض الاخوان، قالوا لي علاش مثلا باغ اكزومبل ملي كنجي ندير انا انت مثلا ا ونجي عاوتاني ندير انت بي وندير انت سي، علاش انا كنطول هاد ليلين هادو؟ يعني واش كاينه شي طريقه اخرى صحيحه باش انني ما نبقاش نكتب هاد ليلين وباش الكود ديالي تسامبليفيا وتكون ويكون الكود بيان ستركتوري؟ دونك وي، يعني كاينين الناس اللي سبقوا، يعني بحال قلتي هادشي هذاك دير لي فيديو ديالو اللي هي هادي غير الناس سولوني عليه، دونك برافو عليهم. دونك فوالا، الا كان عندنا لي فاريابل دو ميم تيب، ابسط حاجه انك ديرها هي تجي تسيباري لي فاريابل بلي فيرغول، فوالا. دونك هاد لا ميثود هي اللي اوتوريزي انك ديرها، يعني دير حتى 1000 1000 فاريابل ا بي سي دي اف جي اش، يعني انسي دو سويت شحال مالو نوم، غير ضروري ضروري يكونوا دي ميم تيب، يعني دو تيب اونتي، يعني انتيجر كيف ما كتلاحظوا. فوالا، وسولوني علاش واش نقدر مثلا ندخل نعطي لو دروا ليتيليزاتور انه يدخل لي دو نومبر على فوا، يعني مثلا نقول ليه طابي لي لو نومبر الاول ونومبر الثاني ونبرينتيهم حتى هما في الانترفاس ويا في الانترفاس كونسول. دونك فوالا، غنجي ندير واحد انت او انت بي، فوالا انت او انت بي. دونك غندير واحد سي اوت، سي اوت ونطلب من ليتيليزاتور نقول ليه مثلا نديرو لا ميثود اللي هي سامبل، نقول ليه فيي طابي لا فالور لا فالور دو ا، فوالا. وقلنا غادي نديرو لا فونكسيون ديالنا هي هي السين، فوالا، وقول ليه ا وندير بوان فيرغول. غنشد هاد لي دو لين هما النيت ونعاود نكوليهم وغنبدل غا في طابي لا فالور دو بي، فوالا. وهنا غنبدل بي في لافيشاج كذلك هو مثال. غنجي ندير مثلا سي اوت، سي اوت باردون سي اوت، ونقول ليه مثلا ندير واحد اند، ندير واحد لين لاين باش يدير لنا غوتور على لين، ونقول ليه مثلا لا فالور، لا فالور دو ا دو بوان، او بيان فوالا لا فالور دو ا دو بوان. ونجي هنا نقول ليه افيشي ليا الكونتوني ديال ا ونفس اللين نعاودها. دونك انا كنوريكم دابا كيفاش تسامبليفيو، دابا حنا كنكتبو الكود ديالنا طويل. دونك لا فالور دو بي و افيشي ليا الكونتوني ديالها ديال بي، فوالا تو سامبلومون. غادي ندير واحد كومبيلي اكزيكوتي سينو الكونسول يطلع لنا فوالا هو هذا. قال لي في طابي لا فالور دو ا نقول ليه 6، في طابي لا فالور دو بي نقول ليه 5، فوالا لا فالور دو ا ايكال 6 و لا فالور دو بي ايكال 5، فوالا. هذه طريقه صحيحه، مي باش انا ملي نكتب هاد لوكود طويل هي احسن ولا ميور ميثود و بيان سي ميو انكم تستعملوا هاد لا ميثود. يعني هادي بحال قلتي واحد الكونساي من عندي انك تستعمل هاد لا ميثود. مي الا بغيتي تستركتوري او بيان تسامبليفي الكود ديالك ما يبقاش طويل، اجي تقول لي مثلا في طابي، مثلا في طابي لا فالور دو ا اي ونديرو هنا اي دو بي، فوالا. ونجي نحيد هادي، نحيد هاد السي اوت هادي، ونجي هنا وندير عاوتاني ونقول لي افيشي ليا افيشي ليا بي الكونتوني ديال بي، نحيد هادي ونقول لي عاوتاني لا فالور دو ا وندير واحد دو بوان لي افيشي ليا الكونتوني ديال ا، ونجي عاوتاني نحيد هاد اللين هادي كيف ما هي، فوالا. نحيد هاد اند لاين حتى الاخر خصني نديروها، ونقول ليه لا فالور دو بي وندير واحد دو بوان، ونقول ليه هنا بي ونقول ليه واحد الاند لاين، فوالا اند لاين بوان فيرغول. دونك هاد الطريقه صحيحه، كتقول ليه لا فالور دو ا وكدير الفورماطاج هنايا، كتقول ليه هاد لومبلاسمون هاد ليسباس هادي كتحط فيها ا، وكتقول ليه عاوتاني اتافيشي ليا واحد الشين دو كاركتير هاي اللي عباره واحد لو ميساج اللي غيافيشي ليا في الكونسول لا فالور دو بي، ودير لك دو بوان وفي هاد ليسباس افيشي لك الكونتوني ديال بي. وهنا كتقول ليه في طابي لا فالور دو ا اي دو بي، مي كطابي ا كتسيباريهم بواحد ليسباس، يعني كتجي كدير كومبيلي اكزيكوتي فوالا كومبيلي اكزيكوتي وكتقول لي في طابي لا فالور دو ا اي دو بي، ها هي 5 اسباس 6 فوالا، لا فالور دو ا اي 5 لا فالور دو بي اي 6. غنحاول نقاد لافيشاج فوالا، نقول ليه هنا واحد الفيرغول فوالا، ندير واحد كومبيلي اكزيكوتي فوالا، نقول ليه في طابي لا فالور دو ا اي دو بي، نقول ليه 4 اسباس 2
هي لا فالور دو ا ايغال 4 و لا فالور دو بي ايغال 2. دونك تو سامبلومون هادي او نيفو ديال لورغانيزاسيون، يعني تقدر تسامبليفي لو كود ديالك حتى توصل لهاد الدرجه، يعني في العوض ما دير كاتر لين او بيان سي لين، دونك دير دو لين او موا. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا. دونك نتلاقى في لا فيديو الجايه ان شاء الله اللي تكون عباره على واحد ليكزام باش نديروا واحد الريزومي لهذا الشيء هذا اللي درناه. دونك كان معكم ياسين نجم، نتلاقى في لا فيديو الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.